تحية لكل متابعات مجلة هي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. رسالة من أختكم من إمارة أبوظبي. أنا أحيي كل إمرأة إماراتية على اجتهادها وعملها وتفانيها بكل القطاعات، وأنا متأكدة أن هذه صفات راح نزرعها في عيالنا اليوم وأجيالنا المستقبلية، مثل ما جداتنا زرعوا هاي الصفات فينا. دور المرأة الإماراتية كرائدة أعمال في ظل الظروف الحالية مهم جداً. العالم كله يتابع المرأة القيادية، والمرأة الإماراتية هي مرأة قيادية لأنها سريعة التأقلم، سريعة التغيير، وسريعة في الابتكار والإبداع، وهذه كلها صفات مهمة لقيادتنا للمستقبل ومواجهة أي تحدي يوقف قدام. بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الله يحفظها أم الإمارات، حظت المرأة الإماراتية بمشاركة فعالة في الثورة الصناعية الرابعة في الدولة، وأنجزت وأعطت في كل القطاعات المختلفة وبالأخص في قطاع التكنولوجيا. إحنا نفتخر اليوم في دولة الإمارات أن المرأة الإماراتية خذت خصائل ومهارات وثقافة من جداتنا لتنفذها اليوم للمستقبل. اليوم المرأة الإماراتية كانت محظوظة بأنها تكون مساهمة بشكل فعال لروحتنا لكبار الأمل، ونحن نفتخر أن المرأة الإماراتية اليوم هي قدوة لبناتنا في دولة الإمارات والوطن العربي. أتمنى لكم يوم سعيد. شكراً.